كابتن عمار، عارف نفسك. عمار رجاني، طالب طيران خريج أمريكا وطيار تحت التدريب في الخطوط السعودية الحمد لله. CFI، الناس اللي يبغوا يدرسوا CFI، نعم، إيش تنصحهم؟ استمروا، هذا أفضل شيء ممكن تسويه في حياتك المهنية كطيار. أنا عشت التجربة هذه وأبدا ما ندمان عليها، حتى لو دفعت فيها فلوس ما ندمان عليها، حتى لو ما اشتغلت كCFI أو كمدرب. I believe إنه السي اف اي راح تخليك بيتر بايلوت، ف go for it. طيب عشان اشتغل كمدرب طيارين ايش اللي احتاجه؟ سي اف اي بس ولا سي اف دبل اي ايميل؟ هذه على حسب شروط المدرسة اللي تشتغل فيها. اغلب المدارس تطلب منك رخصة واحدة بس اللي هي سي اف اي، بعض المدارس الثانية تطلب منك تكون لازم يكون السنجل انجن هو سي اف اي دبل اي، وبعض المدارس تقول لازم يكون عندك الثلاث كلها. فعلى حسب المدرسة تلاقي وظيفة، لكن في الأغلب رخصة واحدة تكفيك إنك تشتغل كمدرب. ممكن تكمل عليها وأنت في المدرسة كمدرب، تزيد على الرخص الباقي معاك. كابتن عمار مدرب طيارين في أجنحة رابغ، فإيش تنصح الطلاب اللي حابين يدرسوا في أجنحة رابغ؟ النصيحة نفسها لأي أحد حاب يدرس طيران، سواء هنا ولا برا. دراسة طيران هي نفسها، نفس الرخصة في النهاية، نفس التعليم. ذاكر قد ما تقدر، تحاول تستفيد من المدرب حقك قد ما تقدر، لا تستحي انك تسأل المدرب حقك. المدرب موجود عشان يساعدك يجاوب اسئلتك. في نهاية الكل نتعلم، والطيار دائما يتعلم حتى لو هو كابتن، سواء كنت مدرب طيران، طيار في خطوط، كابتن طيران، انت راح تتعلم، لا تستحي من السؤال. اجنحة رابغ ايش طلباتهم عشان نكون مدرب عندهم؟ اجنحة رابغ للطيران تشترط انك انت يكون عندك رخصة سي اف اي فقط، اقل شيء. حاليا راح يطلب انك تكون رخصه معادله لرخصه التدريب السعوديه، هذا الشرط الوحيد، رخصه طيران السعوديه. طيب شكرا لك كابتن عمار. سؤال اخير، جاتك فرصه انك انت تطير مع طيران اديل، حطير ولا في خزانه الامتعه؟ ليش لا، ما دام حوفر فلوس ليش لا. الله يديك العافيه، شكرا لك. كل التوفيق لكم يا شباب.